فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أستغفر الله. ربنا قريب منا برحمته، ربنا قريب منا بوده، ربنا قريب منا بحبه، ربنا قريب منا بلطفه. ويوم القيامة يأتون إلى الحوض يريدون أن يشربوا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة، فإذا بالملائكة تذودهم تبعدهم، فيقول عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم الشفور: إنهم من أمتي. نستغفرك اللهم ونتوب إليه، نستغفرك اللهم ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فارسل السماء علينا حاجدا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا عاجلا مدرارا. بنهائم رتع وبأطفال رتع وبعجائز رتع. اللهم نقر لك بتقصيرنا وبذنوبنا فاغفر لنا. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، فإننا نعترف بذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا يا ربنا. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم نسألك سقيا هنيئا تروى بها القيعان وتخفر بها الأشجار وترخص بها الأسعار. اللهم أنا نسألك أن لا تردنا خائبين، اللهم أنا نسألك أن لا تردنا خائبين، اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين. يا باسط اليدين بالعطية، يا باسط اليدين بالعطية، أعطنا سؤلنا، أعطي أهل غزة النصر المبين. بدعوة من جامعة الخطابة والعلوم الشرعية التأمت هذا الصباح منذ قليل الساعة 8 صلاة الاستسقاء بفضاء تبرورة، وذلك طلبا للغيث النافع الذي تأخر كثيرا عن بلادنا، وهي سنة مؤكدة سنها النبي عليه الصلاة والسلام. خرجنا تصلينا دعينا الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أن يغيثنا بالغيث النافع عن عجل، وما نسيناش في خضم صلاة هذه ما نسيناش إخوتنا في غزة، دعينا لهم بالنصر والتثبيت ورب سبحانه وتعالى يرد عليهم كيد المحدون. إحنا كمسلمين عندنا يقين في أن الله سبحانه وتعالى يغيثنا متى التجأنا إليه.